والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم لمونديال قطر 2022، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد قمة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، واحتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع تويتر بفوز الأرجنتين بمونديال قطر، وكتب هنيئا للأرجنتين مرفوقة بصورة قائد الفريق ليونيل ميسي وهو يحمل الكأس. وتصدرت لقطة ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري منصات العربية والعالمية، حيث حازت كثيرا من الإعجاب، وعدها بعض المتابعين واحدة من اللقطات التي ستخلد في تاريخ كأس العالم. وألبس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نجم المنتخب الأرجنتيني البشت القطري وهو ثوب تقليدي قطري ليتوجه ميسي بعدها لرفع كأس العالم بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 على ملعب اللوسيل. كتب مذيع قناة الجزيرة محمد كريشان معلقا على هذه الحادثة في صفحته على تويتر: أن يلبس أمير قطر الشيخ تميم اللاعب ليونيل ميسي البشت القطري التقليدي الفاخر لهو آخر لمسة قطرية ذكية في كأس عالم، جاء متفوقا على كل شيء. برافو قطر، أبدعتي وأقنعتي فأذهلت العالم كله. وغرد أمير قطر دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صفحته على موقع تويتر معلقاً على ختام بطولة كأس العالم قطر 2022 التي توج بها منتخب الأرجنتين: أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022 وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع والجماهير التي شجعتهم بحماس، ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلد العرب أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. وتداول النشطاء فيديوهات طريفة أضفت نوعا من المرح على أجواء المونديال، لنشاهد إحدى هذه الفيديوهات. وأيضا نتذكر في المونديال كيف ردد لاعبو الأرجنتين أغنية وهم في غرفة غيار الملابس يسخرون من غريمهم التقليدي المنتخب البرازيلي الذي ودع البطولة من الربع النهائي أمام كرواتيا، وتقول الأغنية: غادر ميسي إلى ريو وسيجلب لنا الكأس، برازيل قولي لي ماذا تشعرين الآن، والدك، يقصدون المنتخب الأرجنتيني، وصل إلى المنزل. لنشاهد الفيديو. واحتفلت أيضا الصحف الأرجنتينية بالانتصار الأبدي للأرجنتيني وميسي بعد الفوز بلقب مونديال قطر 2022 بالتغلب على فرنسا بركلات الترجيح أمس الأحد عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، وكأنها صرخة من القلب خرجت صحيفة أولي الرياضية بعنوان: نحن أبطال العالم. على صفحتها الأولى وسط إجماع وطني على عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد المنتخب للقبه الأول منذ عام 1986 والثالث في تاريخه، وانتشرت في كافة وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صور ميسي مع الكأس وأخرى للفريق الأرجنتيني بأكمله وهم يصرخون فرحاً خلال احتفالات ما بعد المباراة التي وصفت بنهائي ملحمي. وفي نهاية
هذه الجولة البانورامية نتذكر نحن وإياكم لحظة ارتداء ليونيل ميسي البشت القطري وتسلم كأس العالم والاحتفال مع الفريق في فرحة لا توصف. لنشاهد. The trophy is passed into the hands of genius. And in 2022, the world champions are Argentina. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.